قرا لي بارون باش هما يمكن يتكلموا مع ولادهم عاد تكون في المدرسه. كما قلت لك قبيله غيوقع واحد الاصطدام الا قراها في المدرسه وما تعلمهاش في البيت. ولكن الاباء ما عندهمش لي زوتي انه مثلا يوصلوا الرساله. هذا الدور ديال الاسره الوصيه على القطاع انها تعلم هذه الاسر انها تتكلم التربيه الجنسيه مع الاطفال قبل ما يمشي المدرسه. وما نساوش كذلك الاطفال اللي كيختطفوا وكيتقتلوا بسبب البحث عن الكنز. وعندنا شحال من طفل. هذا موضوع اخر نقدروا نطرحوا ليه دكتور الادريسي. بالنسبه ليا التربيه الجنسيه سي موضوع كي تري امبورطون. حنا في صميم الموضوع هو التربيه الجنسيه لانه الناس كيخصهم يعرفوا الاباء مخلوعين الدراري مخلوعين كيخصنا نعرفوا بانه الناس كتخاف من هذه التربيه الجنسيه كيف ما قالت الاستاذه في الاول كيقولوا كيسمعوا الكلمه الجنسيه ما عارفين شنو التعريف ديالها وتيقول لك لا حنا ما يمكنناش نديروا التربيه الجنسيه. راه خصهم يعرفوا الاباء بانه التربيه الجنسيه راه مني كتكون عند الدراري الصغار ما كنديوش على الجنس سي انتيردي ممنوع ولكن كاينه الكلمه الجنسيه لانه ديك التربيه الجنسيه كتكون من الولاده من صفر حتى الراجل كبير حتى ل 90 عام كيمكن تكون تربيه جنسيه. دونك داكشي علاش كنسميوها تربيه جنسيه. بالنسبه للاطفال مثلا غنعطي ولد راجل ديال 40 عام حتى هو كيخصو تربيه جنسيه. علاش هذه الكلمه ديال تربيه جنسيه الناس كتخاف منها؟ لانه يمكن عنده 40 عام ما عارفش كيفاش يدير علاقه جنسيه ما عارفش بزاف ديال الحوايج كنعطيو تربيه جنسيه. بالنسبه للاطفال ملي كنقولوا تربيه جنسيه ما كنديروش على الجنس. التربيه الجنسيه شنو كنديروا للاطفال؟ هو اننا اولا كنحضروهم اولا من الغريب انه عندك تقرب لشي واحد مثلا ما كتعرفوش ما تقربش ليه. كما قالت الواحد عطاك كادو ما تقربش ليه. دونك هنايا ثانيا كنعطيو لذاك الطفل انه باللي الجسم ديالو ذاته تحد ما عنده الحق يقيس ليه ذاته سي تري امبورطون. ملي كنعطيو هاد لي باز هادو راه ما كنقولوش لذاك الطفل في التربيه الجنسيه راه الا هذاك اللي شدك راه غيغتصبك وغيدير لكم دون شرحوا ليه شنو هو الاغتصاب ايتو. ما كنشرحوش هاد الشيء. التربيه الجنسيه اننا كنحضروا الولد من واحد الحوايج الولد على حسب السن وكتمشي التربيه الجنسيه على حسب لاج ديال لونفون. دونك كنعطيو هاد لي باز انه ما يدويش مع واحد اجنبي انه ما يتقربش منه ماشي واحد يوقف ليه ولا مثلا بالطوموبيل او لا واحد يقول ليه اجي وريني هاد الباصه فين جات وريني مثلا هاد الباصه فين جات وتمشي معاه سي انتيردي. دونك الدري كياخذ هادي انتيردي. حاجه اخرى اللي هي تري امبورطونت سكو في التربيه الجنسيه كنربيو كي الولد كي البنت ما كنديروش الفرق بين الولد وبين البنت. ملي كنديروا داك الفرق بين الولد هو اللي مثلا كتلقاي الولد مثلا صغير اختو كبر منه سيري تسخري عليه جيبي ليه كاس الماء جيبي ليه هذيك الشيء كنشوفوا في المجتمع. هنا شنو كيعطي؟ كيعطي بانه داك الولد كيكبر الي سوبيريور كوديك البنت.